لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلا. يا كربلا ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. قامت قواعده بكل مبجل شهمين نبيلي. أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل. كم فيك من شمس ومن بدر هوى فوق تلولي. مستبدل الأفلاك أفلاكا بأحقاف الرمول. كعلي الليث الهزبر وقاسم البر الوصول وأبي الفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل. ساقي عطاشا كربلا ببارد كالسلسبيل. ضحى بمهجته ففاز وحاز للذكر الجميل. قل للسماوات العلى موت
وتبقيان كذا وتلك يمينه نهب النصول الكعبة. تقول الكربلة سمعي مقالي، الفخر عندي والشرف ويا المعالي، أفواج تنزل بي ومني تصعد أفواج، الله جعلني للخلق كعبة الحجاج، بيقضي الباري حوايج كل محتاج، قبلة جعلني للخلق داني وعالي. ما ينوجد يا كربلاء مثلي جليلة، الله اصطفاني دون هالأرض طويلة. سمعي مقالي كربلاء وصيري ذليلة، ولن الندى جاه من السبع العوالي، جاه الندى من الله يا كعبة لا تزيدين، معلوم أنا اخترتك على كل الأراضين، لكن يا كعبة الغاضرية ضمت حسين وتشرفت والشرف له والمعالي. صيري ذليل الكربلاء ومهبط الراس، البيت عندك والذي تعنى له الناس كله، فلا يعادل يمين البطل عباس مع صرخة المظلوم خويا اندهش بال. يا كربلاء نلت الفخار دون الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنى لك الزوار من كل البلادين. لا وين يا زوار قالوا الغاضري، لكن الأمر لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
ذكرنا أن الشارع الأقدس حكم بنجاسة بعض الأعيان، ونواصل الحديث في هذا الموضوع لبقية النجاسات. فمن هذه النجاسات أيضا التي حكم الشارع بالتنزه عنها بأنها نجسة هو الدم، فالدم نجس، لكن من أي حيوان؟ من حيوان، من الحيوان ذي النفس السائلة. وذكرنا المقصود بالحيوان ذي النفس السائلة أنه إذا قطع عرقه يشخب دما، يفور دما، هذا الحيوان الذي فيه هذه العروق، بحيث أنها لو قطعت لفار الدم، هذا يطلق عليه ذي النفس السائلة. أما الحيوان الذي يخرج دمه كترشح العرق فهذا ليس بالحيوان ذي النفس السائلة. فإذا الدم النجس هو من الحيوان ذي النفس السائلة التي له نفس سائلة. ولذلك إذا كان هناك حيوان ليس له نفس سائلة فدمه لا يكون نجسا بل يكون طاهرا، كدم السمك مثلا. السمك لو أنها قطعت يخرج الدم كترشح، كترشح العرق، فليس له عرق يفور، يفور منه الدم ويشخب، فبالتالي يكون دمه طاهر ليس بنجس. لكن مثل الشاة مثلا لو أنها ذبحت لفار دمها وسال دمها فيكون دمها نجس. الهرة لو أنها ذبحت دمها نجس. الإنسان لو قطع منه عرق مثلا وسال الدم فدمه يكون ماذا؟ نجس. وهكذا. لكن نسأل الآن بالنسبة إلى البقرة أو بالنسبة إلى هذه الحيوانات المأكولة، الشاة دمها طاهر أم نجس؟ نقول طبيعي على القاعدة، دمها ماذا؟ نجس. دمها نجس، دم البقرة نجس، دم الشاة نجس، هذه من النجاسات. نعم يستثنى الدم المتخلف في الذبيحة، يعني الذبيحة البقرة مثلا ذبحت على الطريقة الإسلامية ففار دمها وسال، هذا الدم السائل بالمقدار المتعارف هذا يكون دم ماذا؟ نجس. هذا الدم يكون نجس. فإذا انتهى وخرج بالمقدار المتعارف المتبقي في الذبيحة بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون الدم طاهر، يكون طاهر، إلا أن تصيبه نجاسة ثانية. الآن الذباح لما ذبح البقرة فار الدم على يده وعلى السكين، فبالتالي تنجست يده وتنجست ماذا؟ السكين. فإذا استعملها بعد ذلك أيضا في تشريح اللحم ربما ماذا؟ يتنجس اللحم بسبب نجاسة السكين أو بنجاسة يد هذا الذابح مثلا. أما لو أنه غسل يده وغسل السكين وبعد ذلك أخذ يشرح ويقطع اللحم وإن كان فيه دم متخلف يكون هذا الدم ماذا؟ طاهر.
لكن مو معنى الطاهر على أنه يجوز شربه ويجوز كذا، لا، كلامنا في أنه طاهر أم نجس، فنقول على أنه ماذا؟ هذا الدم المتخلف الذبيحة يكون ماذا؟ طاهرا. أيضا من النجاسات عندنا الكلب والخنزير أجلكم الله، لكن أي كلب، البري أم البحري؟ لأن على الظاهر أنه يوجد كلب بحري فيقولون هذا ليس بنجس. الكلب البري والخنزير البري هما النجسان، أما الكلب البحري، الكلب الخنزير البحري ليس بماذا؟ ليس بنجس. يقولون وجميع أجزائهما أيضا نجس، يعني كل أجزاء نجس، شعر، صوفة، جلد، لحمة، لعابة، أي أجزاء سواء كانت تحلها الحياة أم لا تحلها الحياة كلها تكون ماذا؟ نجسة. زين، الآن بالنسبة إلى موضع جبهة الكلب أجلكم الله، جبهة الكلب طاهرة أم نجسة؟ أيضا ماذا؟ نجسة، لا يستثنى منه شيء. الكلب بكله بأجمعه، الخنزير بكله بجميع أجزائه يكون ماذا؟ يكون نجس. فإذا الكلب والخنزير البريان نجسان بجميع أجزائهما. عندنا أيضا من النجاسات الخمر، ليس فقط الخمر، قال بعض الفقهاء على أن المسكر، كل مسكر هو ماذا؟ هو نجس. كل مسكر، إذا كان مسكر يعني المعيار هو الإسكار، فكلما كان مسكر فهو نجس. وبعضهم لا، خصها بماذا؟ بالخمر والنبيذ. الخمر والنبيذ يقول ماذا؟ هذا هو النجس. طبعا أكو هناك من احتاط، احتياط وجوبي، وبعضهم احتياط استحبابي، وبعضهم لعله فتوى بالنسبة إلى المسكرات، سائر المسكرات، يعني يفتي بالنسبة إلى الخمر فيقول بأنه ماذا؟ نجس. النبيذ نجس. سائر المسكرات كثير من الفقهاء يحتاط بأنه نجس، وبعض الفقهاء يحتاط احتياط ماذا؟ استحبابي مو وجوبي، بعضهم احتياط وجوبي وبعضهم احتياط استحبابي. وعلى الظاهر أن السيد فضل الله يقول بماذا؟ بالطهارة، وإن حرم ماذا؟ حرم الشرب، يحرم شربه، لكن يقول على أنه طاهر والله العالم. نعم، هذا بالنسبة إلى الخمر، وهناك كلام واسع بالنسبة إلى الخمر وبالنسبة إلى الفقاع، بالنسبة إلى أكو هناك بعض أنواع المتخذ من ماء الشعير، البربيكان يقولون أو كذا، فيه كحول ما فيه كحول، في دولة إسلامية خارج دولة إسلامية، أكو هناك تفاصيل أخرى تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى بحث. على العموم الآن بالنسبة إلى كيفية انتقال النجاسة، كيف تنتقل النجاسة؟ طبعا إذا كان الجسم يابس لا تنتقل النجاسة، يعني هذا الجسم يابس وهذه النجاسة يابسة فلا تنتقل النجاسة في هذه الحالة. الآن إذا كان واحد إيده جافة، إيده يابسة،
وصافح كافر على القول بنجاسة الكافر. صافح كافر، الكافر إيده جافة والمسلم إيده جافة، هل تتنجس يد المسلم في هذه الحالة؟ لا تتنجس. إذن متى تتنجس؟ ها، إذا كانت هناك رطوبة مسرية، إذا كان فيها ماء، سواء كان يد المسلم فيها ماء أو يد الكافر فيها ماء أو ثنتينهم يد المسلم والكافر بها ماء رطوبة مسرية والتصقا، ففي هذه الحالة تنجست يد المسلم. كيفية التطهير ليلة غد إن شاء الله نشرع في المطهرات بإذن الله تعالى. الآن بالنسبة إلى قضية ماذا بعض أحكام النجاسة، فلا تنتقل النجاسة إلا إذا كانت هناك ماذا؟ رطوبة مسرية. السرير نجس مثلا، واحد نام على السرير لكن ثيابه جافة والنجاسة جافة، هل تنتقل إليه النجاسة؟ لا تنتقل النجاسة، لأن ليس هناك ماذا؟ رطوبة. ليس هناك ماذا؟ رطوبة. نعم، إذا كانت هناك رطوبة مسرية مثلا كان بول رطب على السرير لم يجف بعد، وهو جلس على هذا البول فيتنجس طبعا. ليش؟ لانتقال النجاسة بواسطة هذه الرطوبة. فإذا لا تنتقل النجاسة إلى الجسم الطاهر إلا إذا كانت هناك رطوبة مسرية. أما إذا كان هذا الجسم جافا يابس وذلك الجسم الآخر يابس أيضا، إذن لا تنتقل النجاسة. زين، شخص صلى بنجاسة وهو لا يعلم بها، ما يدري، وبعد الفراغ من الصلاة واحد التفت ليه قال لك في ثيابك دم وانت صليت بهذا الدم، طالع فعلا قال اوه هذا دم توي الحين التفت اليه، ما حكم صلاة هذا الشخص؟ هل صلاته صحيحة ام ان صلاته باطلة؟ يقولون ان صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، لأنه جاهل بالنجاسة، ما يدري بالنجاسة، غير ملتفت لها، هذا فرع، هذا جاهل بالنجاسة ما يدري عنها. فهذا الجاهل بالنجاسة إذا صلى بها ثم بعد ذلك علم بها يقولون صلاته صحيحة، لكن إذا كان يدري بالنجاسة يعرف على أن ثياب أصابها بول أو أصابها دم من النجاسات مثلا، قال خلى بعدين وقت اللي بصلي بطهرها ونسي ولم يطهرها حتى أذن فصلى صلاته، بعد الصلاة ذكر أنه ماذا؟ لم يطهر ثيابه، صلى بالنجاسة. ففي هذه الحالة يقولون صلاة ماذا؟ غير صحيحة، وعليه إعادة ماذا؟ إعادة الصلاة. ولعل السيد السيستاني عنده تفصيل إنه إذا كان بإهمال أو بدون إهمال، إذا كان بإهمال فعليه القضاء أو الإعادة أو القضاء، أما إذا كان من غير إهمال لعله يقول بأن صلاته ماذا؟ تكون صحيحة على العموم. ثم إنه ذكرنا تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد مثلا، إذا تشكل هذه النجاسة هتكا للمسجد أو كذا، أو أن هذه النجاسة صارت في المسجد وهو علم بها، ألا يجب عليه تطهير المسجد؟ يجب عليه ماذا؟ ها، المبادرة، يبادر يعني سارع إلى تطهير ماذا؟ إلى تطهير هذه النجاسة حتى لو صار الوقت. الآن عنده واجبان، واجب تطهير المسجد هي النقطة الأولى، والواجب الآخر هو الصلاة. لكن في هذه الحالة
عليه أن يقدم تطهير المسجد، إزالة النجاسة، وبعد ذلك الصلاة يصلي. زين، لو أنه صلى ولم يطهر هذه النجاسة ولم يوكل أحدا يثق به في تطهير هذه النجاسة، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ الآن لعل البعض يقول بالبطلان أو كذا، لكن على الظاهر أن المشهور يقول أن صلاته صحيحة وإن عصى، يعني عليه الإثم، هو عصى فيستحق الإثم، إلا أن صلاته صحيحة. ويقولون كما أنه يجب تطهير المسجد والمبادرة والمسارعة إلى تطهير المسجد، يلحق بالمسجد المشاهد المشرفة، المشاهد أيضا ملحقة بالمساجد، مو بس المساجد لابد من تطهيرها والمسارعة إلى تطهيرها، حتى المشاهد، مشاهد الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول إذا تنجست لابد من ماذا؟ المسارعة إلى تطهيرها، ليس فقط المساجد، المصحف الشريف أيضا، القرآن إذا أصابته نجاسة، هذه النجاسة تشكل هتك للقرآن مثلا، ففي هذه الحالة لابد من المسارعة لتطهير هذا القرآن عن النجاسة. أو إذا وقع القرآن في مكان مثلا يعد هتك للقرآن، لابد من ماذا؟ من أخذ هذا القرآن ونقل هذا القرآن عن مكان الهتك، لكي لا تهتك حرمة القرآن، هذه مقدسات، هذه مقدسات، فلا بد من ماذا؟ الالتفات إلى أنها لا تهتك، لا تهتك هذه المقدسات. ولعل السيد الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة ألحق هذا الأمر حتى بكتب الحديث، هذه الكتب، كتب الأحاديث، حديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، أيضا إذا أصابتها نجاسة تشكل لها هتكا وكذا، لا بد من إزالة النجاسة عنها. ومما يلحق بهذا الأمر وبهذه المقدسات أيضا تربة أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وقعت عليها نجاسة تشكل لها هتكا، لا بد من ماذا؟ إزالة هذه النجاسة. نعم، تربة تعكف الملائك فيها، فركوع لهم بها وسجود. تدخل أم سلمة على أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل ولدي الحسين بأرض العراق، بأرض يقال لها كربلاء، وقد أعطاني تربة منها وضعتها في قارورة. التفت إلي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يا أمّا وأنا أعلم ذلك وأعلم من يقتلني ومن يقتل معي، وأعرف اليوم الذي أقتل فيه والساعة التي أقتل فيها والحفرة التي أدفن فيها، ومصيبة وإماما، أدري يض المطروح برض الغاضرية، وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجي، وكني بجسمي على الثرى مرمي، الصدر هذا يصير تحت الأعوجية، وكني بجسمي على الثرى مرمي،
رمية. يا أمة يا أمة سلمة، هذه مصارع فتيتي وموضع خيامي، وبهالكتر تضرب وتروع ايتامي، وهنا يحز راس الشمر واماما، وهنا يحز راس الشمر واموت ضامي، واموت ضامي وينوخذ راسي هديه. يا حليلة المختار لك عندي وديعه، سلمي هتالي للولد مفزع الشيعه، من الهضم يرجع بالاراء عامل والفجيعة، وإحنا سفرنا من ذبح كلنا نسويه. تربة تعكف الملائك فيها، فركوع لهم بها وسجود يا الله. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، أيد وانصر علمانا العاملين، وارحم الماضين، فك أسراءنا، رد مغربينا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم اجعل كلمة الحق هي العليا، وكلمة الباطل هي السفلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وجماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، ولا سيما المسببين لهذا المجتمع الشريف. اللهم أطل في أعمارهم وبارك في أرزاقهم، ونهدي لأمواتنا وأمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. Oh.